السلام عليكم، يعطيكم العافية. إن شاء الله اليوم راح نشرح محاضرة 13 من الميون سيستم اللي بعنوان البي سيل ديفلوبمنت. فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ذكرني ما نسيت، وعلمني ما جهلت. اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. حسبي الله ونعم الوكيل. بسم الله. أول شيء راح نحكي عن البي سيل ديفلوبمنت. إيش يعني؟ يعني كيف خلية بي راح تبلش تتكون من ما هي ستيم سيل لحد ما توصل للماتيور بي سيل اللي بنعرفها. فهاي الرسمة مش كثير مهمة، يعني رؤوس أقلام بس، يعني بتحكي لك إنه البي سيل راح تمر بعدة مراحل لحد ما تصير ماتيور وتطلع من البون مارو عشان تروح على الليمفويد أورجان، السكندري الليمفويد أورجان زي السبلين والليمف نودز، وهناك تلتقي بالأنتيجين. راح نحكي عنه إن شاء الله هسه كله بالتفصيل. فبالبداية أول شيء البي سيل ديفرنشيشن كان بي سب ديفايدد انتو سيفرال ديفلوبمنتال ستيجز. ايش يعني؟ يعني تمايز البي سيل من الستيم سيل لحد ما توصل لبي سيل بمر بعده مراحل. هاي المراحل راح نحكي عنها هسه، اللي هي هاي الستيجز. بحكي لك هاي الستيجز ديفايند باي وات؟ ديفايند باي الري ارينجمنت للاميون جلوبولين هيفي اند لايت تشين. يعني الستيجز اللي بتمر فيها البي سيل احنا صنفناها على اساسين. الاساس الاول اللي هي الري ارينجمنت للجينات تبعت الهيفي واللايت تشين اللي بتكون البي سيل ريسبتور. يعني متى الهيفي تشين حتطلع، متى اللايت تشين حتطلع، متى حيصير ري ارينجمنت لجيناتهم. هاي كلها اسس تصنيفيه للبي سيل. والاساس الثاني اللي هو الاكسبريشن اوف ديفرنشيشن سبيسيفيك مولكيولز اللي هي الماركرز على السيل سيرفيس. يعني في ماركرز معينه راح تظهر على سطح البي سيل. ظهور هاي الماركر برضو يعد فاصل يعني ما بين المراحل اللي حنحكي عنها. المراحل هي ستيم سيل، برو بي سيل، بري بي سيل، واماتشور بي سيل. هسه حنحكي عن ان شاء الله بالتفصيل. بس قبل هيك في رسمه بتبين لنا انه اول شيء البي سيل بتنشا من ستيم سيل. بعد هيك الستيم سيل لما تصير لينفويد بروجينيتور، هذه اللينفويد بروجينيتور عندها ثلاث خيارات، إما إنها تصير بي سيل أو إنها تصير تي سيل أو إنها تصير ناتشورال كيلر. بتصير بي سيل متى؟ لما يكون فيش عندي انترلوكين 7. فما في انترلوكين 7، هاي الليمفويد بروجينيتور راح تصير برو بي سيل، ثم البرو بي سيل بتصير بري بي سيل، والبري بي سيل بتصير اماتشور، وبعدين الاماتشور بتصير ماتشور وبتتحول إما لبلازما سيل أو ميموري سيل. أو لا، هي حتعطي الثنتين، يعني حيطلع عندي بلازما سيل وحيطلع عندي ميموري سيل. بس ببين لي هنا انه ما وين راح تصير العمليات. هاي العمليات بتصير بالبون مارو لحد الاماتشور، وبعدين الماتشوريشن والبلازما سيل والميموري سيل هاي بتكون بالبريفري برا البون مارو. فخلينا نبلش اول شيء باول مرحله اللي هي البرو بي سيل. برو بي سيل في هاي المرحلة حكينا هاي المرحلة بتيجي مباشرة بعد ما الليمفويد بروجينيتور تتحدد انها بدها تصير بي سيل. بتبلش عندنا مرحلة البرو بي سيل. البرو بي سيل اللي بيميزها انه راح يظهر على سطح الخلية، على سطح الخلية بي سي دي 19 كماركر. هذا ماركر خاص بخلايا بي، راح يظهر في هاي المرحلة ويظل معاها لحد الماتوريشن ولقدام كمان، تمام؟ فهذا السي دي 19 لما انا مثلا بدي اعمل فلو سايتومتري وبدي افصل البي سيل لحالها، بعطي انتي بادي ضد السي دي 19 يلون لي اياها ويميز لي اياها. فالسي دي 19 هو ماركر خاص بالبي سيل بشكل عام، ويبلش ظهوره من مرحله البرو بي سيل. كمان اللي يميز مرحله البرو بي سيل انه بيصير في ري ارينجمنت لاميون جلوبولين هيفي تشين دايفرستي. كيف يعني؟ يعني السيجمنتس اللي حكينا عنه في محاضرات قبل زي الفي والدي والجي، هذول كلياتهم راح يبلش يصير لهم ري ارينجمنت تعون الهيفي تشين بمرحله البرو بي سيل. يعني البي سيل احنا عارفين انه الهيفي تشين الري ارينجمنت للسيجمنتس تبعتها بتكون على الكروموسوم 14.
فلما البي سيل تبلش تتكون، لساتها بتتكون، لما تبلش تتكون على الكروموسوم 14 راح يبلش يصير في ري ارينجمنت، تجميع للسيجمنتس هذول. يعني راح بنعرف انه في عندنا في ودي وجي، هذول الثلاثه بكون الفاريبل دومين. فاول شيء راح يصير انه الدي راح تيجي ترتبط بالجي، وبعدين الدي والجي يروح يرتبطن بالفي ويكونوا الفاريبل دومين، وبرضه بالنهايه بتتكون عندي الهيفي تشين كامله في نهاية المرحلة اللي هي البرو بيسل. طبعا هاي المرحلة بيكون في عندي اللي هو الانزيم الراج 1، بيكون الراج بشكل عام بيكون فعال لحتى يعمل ري ارينجمنت للسيجمنتس هذولا الفي والدي والجي. وفي كمان انزيم ثاني اللي هو اسمه تيرمينال دي اوكسي نيوكليوتيدل ترانسفيريز. هذا انزيم مسؤول عن الجنكشنال دايفيرستي، والجنكشنال دايفيرستي هي انه بصير ميوتيشن في المنطقة تاعت الجي والدي، المنطقة تاعت الجي والدي بصير فيها ميوتيشن. هاي الميوتيشن بتمثل او يعني بتتيح للبيسل بشكل عام انه يكون في دايفيرسيتي بشكل كبير ما بين الريسبتورز تبعات البيسل. يعني على الرغم من السيجمنتس الكثيره واللي بتمثل او يعني بتعطيني تنوع كبير بين البي سيلز، كمان هذا الانزيم اللي هو التي دي تي راح يعمل ميوتيشن، فبالتالي راح يعطيني كمان وكمان فرص اضافيه للدايفيرسيتي ما بين الريسبتورز للبي سيلز، لحتى تتيح لي فرصه انه اكبر قدر ممكن من الانتيجنز يكون مغطى من خلال الجهاز المناعي اللي في جسمي. فقلنا في هاي المرحله في فقط ري ارينجمنت لجينات الهيفي تشين، بينما اللايت تشين ما في اي ترتيب لجيناتها. في مرحله البروسيل فقط اللي بيصير لها ري ارينجمنت وجيناتها بتترتب وبتتجمع هي فقط الهيفي تشين، اللايت تشين ما بيصير عليها اي شيء لحد الان. وفي كمان نقطه انه البي سيل في هاي المرحلة ما في على سطحها أي شيء غير CD19، يعني بس CD19 موجود على سطح هاي الخلية في هاي المرحلة، لا في لا ريسبتور ولا أي شيء ولا أكسسوري موليكول ولا كو ريسبتور ولا شيء، فقط CD19. المرحلة الثانية من مراحل الديفلوبمنت للبي سيل اسمها بري بي سيل. هاي المرحلة تنقسم لقسمين، early pre-B-cell stage و late pre-B-cell stage. نبدأ أول شيء بال early pre-B-cell stage. في هاي المرحلة اتفقنا إنه خلص انتهت الهيفي تشين من التكوين وصار في عندي هيفي تشين كاملة موجودة من المرحلة السابقة، بلشنا المرحلة هاي وأنا في عندي هيفي تشين. هسا اللي بيصير إنه الهيفي تشين بدها لايت تشين، لكن لسه اللايت تشين ما بلش تكوينها، فلحتى اني انا اجيب ستراكتشر يشبه البي سيل ريسبتور محتاج لايت تشين. فشو بصير؟ بصير في تكوين لبولي بيبتايد اسمه سوروجيت لايت تشين، تمام؟ بولي بيبتايد، هذا البولي بيبتايد بيعطيني ستراكتشر شبيه باللايت تشين، تمام؟ بيعطيني ستراكتشر شبيه باللايت تشين اسمه سوروجيت لايت تشين، يعني هي بولي بيبتايد بيشبه اللايت تشين لكنها مش اللايت تشين الأصلية اللي بتكون موجودة بالبيسل ريسبتور. هاي فقط زي ما نقول تمشاية حال لحد ما انه البيسل ريسبتور يطلع على الخلية، البيسل ريسبتور الأصلي لحد ما انه يطلع على الخلية، الخلية بتمشي حالها ببيسل أساسي، بيسل ريسبتور أساسي. ثواني بس لو سمحت. كنا نحكي عن البي سيل ريسبتور اللي بتكون من هيفي تشين اصليه وسوروجيت لايت تشين. ايش يعني سوروجيت لايت تشين؟ حكينا يعني هي لايت تشين لكن مش اصليه اللي راح تضل مع البي سيل. هاي اللايت تشين كمان شوي راح تختفي وتروح وتيجي عندي اللايت تشين الاصليه. قلنا هاي السوروجيت لايت تشين زي ما نقول تمشاية حال، البي سيل بتمشي حالها بريسبتور أولي اللي يخليها تتابع التطور تاعها. هاي بحكي لي هنا
ال resulting complex is expressed on the cell surface. الكومبلكس اللي هو heavy chain و surrogate light chain in association with immunoglobulin alpha and beta. الاميونوجلوبين الفا and beta هذول نذكروا معنا من قبل اللي هم عبارة عن accessory molecules بتكون على ال B cell surface وظيفتها تدخل السيجنال لجوه لعند السيتوبلازم عشان يصير activation وغيره. ف الاسمبلد بري بي سيل ريسبتور، بري بي سيل ريسبتور اللي هو الهيفي تشين مع السروجيت لايت تشين. فالبري بي سيل ريسبتور ايش وظيفته كمان؟ وظيفته يوصل السيجنال اللي راح تخلي خليه بي تنجو وايش يصير فيها؟ تكمل بروليفريشن في المراحل الجاي. فزي ما قلنا هذا الريسبتور تمشيت حال عشان الخليه تقدر تكمل في البروليفريشن والديفلوبمنت تبعها، تمام؟ عشان تكمل في الديفلوبمنت مش البروليفريشن. فهون مكتوب هم بلش تكوين تو تشين شبيهات باللايت تشين لكنهم مش اللايت تشين اللي راح تكون موجود بالمرحله النهائيه، بيرتبطوا بالهيفي تشين اللي تكونت بالمرحله الاولى وبيكونوا ريسبتور بيطلع على السيرفيس اسمه بيسل بري بيسل ريسبتور وبصير يعطي سيجنال وجوده ضروري عشان البيسل تكمل و لا تكمل تطورها للمراحل اللي بعدها. فهاي المرحلة اللي حكينا عنها بري بي سيل ايرلي ستيج. هسا بري بي سيل ليت ستيج، في هاي المرحلة مكتوب هنا انه ال في دي جي ريكومبينيز ماشينري از ابريجريد. هاي الجملة غلط مش دقيقة، هذا الانزيم بيكون فعال من اول مرحلة، من مرحلة البرو بي سيل بيكون هذا الانزيم فعال، ولا كان ما صار في عندي ري ارينجمنت للهيفي تشين. وهيك كمان الكتاب بيحكي، بس يعني كانت مكتوبة بطريقة هاي غلط الجملة، الكتاب بيحكي عكس هيك. ف لا تعتمدوها. اللي بصير انه مكتوب في الكتاب اللي بصير انه من خلال هذا الانزيم بصير في عندي تكوين لللايت تشين، يعني من خلال ال VDJ ريكومباينيز ماشينري بصير في اب ريجوليشن لمين؟ لللايت تشين، مش انه هذا الانزيم هسه تم تكوينه، تمام؟ ف اللايت تشين جين بصير لها ري ارينجمنت، وايش كمان بصير؟ بصير في عندنا ابييرانس للبيرد لايت اند هيفي تشين اون ذا سيل سيرفيس از كومبليت اي جي ام مولكيول. يعني هسه بدنا نعمل بي سيل ريسبتور اصلي يضل مع الخليه لقدام طول حياتها، تمام؟ بدنا نتخلص من البي سيل ريسبتور اللي هو البري بي سيل ريسبتور اللي فيه سروجيت لايت تشين. بيجي الانزيم هذا اللي هو الفي دي جي بيصير يعمل ري ارينجمنت للسيجمنتس تبعات اللايت تشين وبينتج لايت تشين. هاي اللايت تشين بترتبط مع الهيفي تشين وايش بتعمل؟ بتبلش تطلع على السيل سيرفيس كاي جي ام موليكيول، تمام؟ بتطلع على السيل سيرفيس كاي جي ام، كريسبتور اي جي ام، وهو الريسبتور الاساسي. لكن هنا ننتبه لشغله انه هنا ببلش ظهور الاي جي ام، لكن متى بصير الاي جي ام اكسبريشن بشكل كامل على الليمفوسايت؟ بالمرحله اللي بعدها اللي هي اماتور بي سيل. في هاي المرحله اماتور بي سيل بصير في عندي اكسبريشن بشكل كامل للاي جي ام، اذا ببلش ظهوره في الليت ستيج من البري بي سيل، بينما بيظهر بشكل كامل على البي سيل سيرفيس بمرحلة الاماتشور بي سيل اللي هي المرحلة اللي بعدها. وفي مرحلة الاماتشور بي سيل كمان ايش بصير؟ بصير سويتشت اوف لا التو انزيمز اللي كانت شغالات، الراك اللي هو من الفي دي جي، والتي دي تي انزيم اللي حكينا بيعمل ميوتيشن في وبيعمل جنكشنال دايفرسيتي، تمام؟ فهذول التو انزيمز في مرحلة الاماتشور بي سيل لما الخلية خلص كونت البي سيل ريسبتور تاعها، خلص السيجمنتس اللي انا بدي اياها تكون البي سيل ريسبتور اتجمعت وقصينا الدي ان اي وشلنا الانترونز اللي بديش اياها وشلت كل السيجمنتس اللي ما بدي اياها وخلص ضل عندي الار ان اي النهائي ل البي سيل ريسبتور. فانا هسه مش بحاجه لا للراك اللي كان يقص ويقطع ويركب سيجمنتس ولا للتي دي تي انزيم اللي كان يعمل ميوتيشن
في منطقة الدي جي، أنا مش بحاجة لهذول الإنزيمين، فبصير لهم سويتش أوف وما بيرجعوا بيشتغلوا طول حياة البيسل، خلص بيسكروا في هاي المرحلة وبيرجعوش يشتغلوا نهائيا. تمام، بعد هيك البيسل بتطلع من البون مارو هنا وبتروح على البريفري بتكمل ماتوريشن، والفاينل ماتوريشن ستيب اللي هو يطلع الاي جي دي على البيسل سيرفيس. فبيطلع عندي الريسبتور الثاني اللي بيكون على البيسل اللي هو الاي جي دي. فهنا الدكتورة حكت نقطة انه ممكن يعني كيف طلع اي جي دي على السيل سيرفيس وانا في عندي سويتش اوف للانزيمز اللي قطعت وركبت ووصلت واللي عملت ميوتيشن. فالجواب انه اصلا السيجمنتس اللي بتكون الاميونوغلوبولين اتحددت، فالتحول من اي جي ام لاي جي دي هذا فقط يعني كلاس سويتش، ما بيحتاج لا لا تي دي تي ولا لراك، فقط يعني بتظل اصلا نفس السبيسيفيسيتي، ما بتغير السبيسيفيسيتي، فانا برضو مش بحاجه للتي دي تي ولا للراك. هاي الصوره برضو بتبين مراحل تطور البي سيل من ستيم سيل للليمفويد بروجينيتور. هاي الليمفويد بروجينيتور اول ما تحددت انه راح تصير بي سيل طلع عليها السي دي 19، وهي البروبي سيل وزي ما حكينا فيها الراك بيكون فعال والتي دي تي بيكون فعال. وفي مرحلة هنا في البروبي سيل، إذا الخلية في البروبي سيل ما ظلت في محلها وما قدرت تنتقل وتكون ريسبتورز ثانية، ظلت بالبرو ستيج وما قدرت تنتقل وما تكون ريسبتور اللي هو بري بي سيل ريسبتور ما قدرت تكونه، فبصير لها أبوبتوسيس وبتموت، واللي بتخلص منها هي المايكروفاج. طيب تابعت الخلية من البرو بي سيل وصلت للبري بي سيل، برضو لسه الراق والتي دي تي شغالات فيها. في الايرلي ستيج اللي على الخلية بيكون البري بي سيل ريسبتور اللي فيه هيفي تشين وسروجيت، وفي الليت ستيج اللي ببلش يظهر على الخلية بيكون بي سيل ريسبتور عادي اللي هو مين، اللي هو من هيفي تشين ونايت تشين، لكن هذا في نهاية الليت ستيج. اذا في الايرلي ستيج بيكون في عندي بري بي سيل ريسبتور، وفي نهاية الليت ستيج بيكون بلش يظهر الاي جي ام الاصلي الطبيعي. بعد هيك بتنتقل الخلية لمرحلة الاماتشور بي سيل، واللي بتكون خلص كونت بي سيل ريسبتور عادي اللي هو اي جي ام، وبيكون عليها فقط اي جي ام، لسه الاي جي دي ما تكون. بتطلع للبريفري بتروح للسيركيولاتوري سيستم، وهناك بتكمل الماتوريشن تبعها وبتظهر عليها الاي جي دي. هذا الجدول بيوضح بعض الشغلات اللي بتكون موجودة على البي سيل في كل مرحلة من مراحلها. فلو نيجي على السي دي 19 اللي حكينا هو ماركر مميز للبي سيل فقط، ففي الستيم سيل ما بيكون موجود، في الليمفويد بروجينيتور اللي حتصير بي سيل بيكون موجود، وفي البرو بي سيل برضو بيكون موجود، والبري بي سيل بيكون موجود، والإماتشور بي سيل برضو بيكون موجود، وحتى الماتشور بيكون موجود عليها سي دي 19. الراق والتي دي تي اللي حكينا عنهم بيصير لهم سويتش اوف في مرحلة الاماتشور بي سيل، بيكونوا مفعلين في الليمفويد بروجينيتور وفي البرو بي سيل عشان يكونوا الهيفي تشين، وفي البري بي سيل عشان يكونوا اللايت تشين، وبعدين بيصير لهم سويتش اوف في الاماتشور بي سيل، وبعدين ما بيرجعوا يشتغلوا نهائيا. الميو هيفي تشين اللي هي الهيفي تشين الاصلية اللي بتكون على سطح البي سيل راح تبلش تظهر بعد مرحلة البروبيسل. احنا حكينا انها تكونت في البروبيسل لكن بتبلش تظهر في البريبيسل لما تظهر هي والسروجيت لايت تشين. يعني لما تكونت في اول مرحلة اللي هي البروبيسل بدها تشين ثانية ترتبط معها عشان يكونوا ريسبتور وبعدين يطلعوا على الخلية. الهيفي تشين لحالها ما بتقدر تطلع على الخلية، بدها تشين ثانية معها ترتبط فيها وتطلع هي وياها على سطح الخلية كريسبتور. فاستنت لحد ما أجت مرحلة البريبي سيل وأجت السوروجيت لايت تشين، ارتبطت فيها هذه الهيفي تشين وطلعت معها على سطح الخلية كبريبي سيل ريسبتور. وبرضو في مرحلة الإماتشور بي سيل برضو بتكون الهيفي تشين موجودة كبي سيل ريسبتور عادي أصلي.
مرتبطة بهيفي بلايت تشين طبيعية. البريبي سيل ريسبتور اللي موجود على السيل سيرفيس اكيد مش راح يكون بالستيم سيل ولا بالليمفويد بروجينيتور ولا بالبروبي سيل، يعني بينطبق عليه نفس حكي الهيفي تشين تقريبا، الا انه في مرحله الاماتشور. ممكن حدا يسال هسه يقول طب ما احنا حكينا انه في مرحله الاماتشور ببلش يظهر اي جي ام، تمام؟ ببلش يظهر اي جي ام طبيعي، صحيح ببلش يظهر اي جي ام طبيعي، لكن في بدايه المرحله يعني ببلش يظهر لايت تشين اصليه ومقابلها يختفي سوروجيت لايت تشين، فهي في بدايه الاماتشور بتكون لساتها موجوده وبصير زي استبدال سوروجيت، بتروح وبتيجي لايت تشين اصليه بدالها بترتبط بالهيفي تشين. هي حتى هون هذا حكي الدكتوره اللي بالبوكس، بتضل السوروجيت لايت تشين موجوده في الاماتشور لحد ما تتكون اللايت تشين الحقيقيه وتظهر على السيرفس، وبتضل الحقيقيه مستمره مع البيسل. هسا اللايت تشين الحقيقية الأصلية متى بتبلش تظهر؟ في مرحلة الإماتشور بيسل، قبل هيك ما بتطلع على السطح. صح تكونت في الليت ستيج بري بيسل، لكن ما بتظهر إلا في الإماتشور بيسل. آخر إشي الاي جي ام بيسل ريسبتور اللي موجود على السيل سيرفيس، هذا أكيد مش راح يكون موجود بالستيم سيل ولا بالليمفويد بروجينيتور ولا بالبرو ولا حتى بالبري، راح يظهر فقط لما الهيفي تشين الأصلية ترتبط باللايت تشين الأصلية على سطح الخلية، يعني في مراحل الإماتشور بيسل. وحتى يعني هاي إضافة من الدكتورة برضو اللي بالبوكس، الاي جي ام بيكون كامل كمولكيول حقيقي بيظهر في الإماتشور وبيستمر في الماتشور، بيختفي لفترة في البلازما سيل، يعني لما تكون خلية بلازما سيل لفترة من الفترات بيختفي الاي جي ام عن سطحها، بعدين بيرجع بيظهر في مراحل البيسل الأخرى. هاي الصورة بتوضح إنه في عندي اختبار بيصير على البيسل. إحنا حكينا في محاضرة قبل هيك في محاضرة 11 إنه التيسل لما تدخل الثايموس بيصير عليها اختبار بحيث يفحصها هل حترتبط بالأم أتش سي أو لا، وهل حترتبط بالسلف بروتين أو لا. فالبي سيل هنا اختبارها اسهل من اختبار الدي سيل، لانه ما بنفحصها ام اتش سي لانه اصلا ما بترتبط بالام اتش سي، فقط بتنفحص من ناحيه الانتيجين. هل البي سيل اللي بدها تظهر اللي بدها تطلع عندي من البون مرو وتروح تنتشر في كل جسمي، هل في احتماليه انها ترتبط بانتيجين اللي هو بروتين موجود بشكل طبيعي في جسمي؟ هذا الشيء بنعرفه في البون مرو. اذا ارتبطت الخلية الإماتور بي سيل بأنتيجين طبيعي موجود في البون مارو، هاي الخلية بصير لها أبوبتوسس بتموت، لأنه لو طلعت برا راح تصير ترتبط بأنتيجينز موجودة بشكل طبيعي في جسمي، أنتيجينز يعني بروتينات موجودة بشكل طبيعي في جسمي، فأنا ما بدي هذا الإشي يصير، لأنه راح تعمل أوتو أميون ديزيز وتصير تعمل مشاكل، ما بدي هذا الإشي يصير، فبصير أبوبتوسس لهاي الخلية وبتموت مباشرة. في نوع ثاني من البروتينات ممكن الإماتشور بي سيل ترتبط فيه، بيكون هذا البروتين بيكون سائل، يعني بيكون سوليوبل أنتيجين، ممكن الخلية ترتبط فيه وما بصير لها أوتوسيس، ليش الله أعلم، مش معروف لحد الآن ليش بالضبط، وبتتحول لنوع ثاني اسمه أنيرجيك بي سيل. هاي الأنيرجيك بي سيل بتظل بالبون مارو ما بتطلع منه وما بتصير اكتف، بتظلها ان اكتف مطفيه وموجوده في البون مارو. ممكن مع التقدم في العمر هاي الانيرجيك بي سيل تصير اكتف وتصير تسبب للشخص اوتو اميون ديزيز، تصير ترتبط مع انتيجينز موجوده بشكل طبيعي في جسمه وبروتينات، وتصير تعمل له تصير تفرز انتي بوديز ضد هاي البروتينات الطبيعيه في جسمه وتعمل له مشاكل اوتو اميون ديزيز. هسه لو البي سيل او الاماتشور بي سيل ما ارتبطت بانتيجين سواء كان بروتين عادي او كان سوليوبل، لو ما ارتبطت ولا بواحد من هذول الاثنين راح تطلع من البون مارو وتروح تكمل طريقها ويصير لها ماتوريشن، تمام؟ فهذا النوع من السليكشن اسمه نيجاتيف سليكشن. ليش نيجاتيف سليكشن؟ لانه اللي ما بيرتبط انا بختاره، يعني انا بختار اللي ما بيرتبط، فاللي ما بيرتبط هو نيجاتيف، فبالتالي انا بختار اللي ما بيرتبط، فبصير اسمه نيجاتيف سيلكشن. برضو هاي الصوره مهمه، بتحكي عن انه النايف بيسل
والنايف بي سيل اللي هي البي سيل اللي توها صار لها ماتشوريشن، يعني بي سيل مرت باختبار في البون مارو، طلعت من البون مارو، راحت على السيركوليشن، صار لها ماتشوريشن، عليها اي جي ام واي جي دي، بتروح هاي البي سيل اسمها نايف بي سيل، بتروح بتقعد وين؟ بتقعد في الليمف نود او بالفوليكلز اللي موجوده بالليمف نود، تمام؟ مش شرط بالليمف نود، باي سكندري ليمفويد اورجان، مرن معنا بمحاضره 12، اي سكندري ليمفويد اورجان بيكون في بي سيل في مناطق محدده بنسميها فوليكلز، مثلا بالليمف نود بتكون موجوده في اللهم صل على سيدنا محمد، بتكون موجودة بالكورتكس وبالميدلة، بتكون موجودة في فوليكلز جواتهم. المهمة علينا هسا جوا هاي الفوليكل البي سيل بتكون ريزيدنت قاعدة هناك، ممكن تطلع تعمل لفة في الجسم وترد ترجع للليمف نود في مكانها. هسا اللي احنا بنعرفه انه البي سيل بترتبط بالانتيجين بشكل طبيعي، صح؟ يعني مش قصدي بشكل طبيعي، قصدي انه بشكل مباشر، يعني ما بتحتاج مثلا ام اتش سي تيجي تقول لها هذا انتيجين خذ ارتبطي فيه زي التي سيل، لا مباشر بتشوف الانتيجين بترتبط فيه. لكن تبين انه هذا الحكي مش دقيق 100%، يعني النايف بي سيل اللي توها طالعه من الديفلوبمنت وتو صاير لها ماتشوريشن ولسه ما التقت بالانتيجين تبعها نهائيا، ما التقت فيه ولا شافته، لو شافته لحاله برا الليمف نود بدون ما حدا يحكي لها هذا الانتيجين هو تاعك، ما راح ترتبط فيه، تمام؟ يعني في بداية ارتباطها بالانتيجين النايف بي سيل محتاج حدا يجي يمسك الانتيجين ويحكي لها خذي هذا الانتيجين تبعك ارتبطي فيه واعملي تفاعل. مين اللي بيعمل هاي العملية؟ خلايا اسمها فوليكولار دندراتيك سيل. الفوليكولار دندراتيك سيل هي خلايا انتيجين بريزنتنج سيل موجوده على او موجوده في الفوليكلز تبعات السكندري ليمفويد اورجان، يعني بتكون موجوده محل ما البي سيل راح تكون قاعده، يعني البي سيل النايف بي سيل بتكون قاعده في الفوليكلز اللي في الليمفويد اورجان السكندري ليمفويد اورجان، فالفوليكولار دندراتيك سيل راح تيجي تقعد جنب هاي الخلايا النايف بي سيل. ف الفوليكيور دندراتيك سيل بتمسك الانتيجين وبتورجيه للنايف بي سيل، النايف بي سيل بترتبط فيه، وبعدين النايف بي سيل اللي بتحتاج سايتوكاينز تجيها من التي هيلبر تحفزها لحتى يصير لها اكتيفيشن وتبلش التفاعلات تاعتها. ثواني شوي والله. بعتذر. نكمل. وقفنا عند السيتوكاينز اللي بتيجي من التي هيلبر. هسا كيف التي هيلبر بدها تفرز سيتوكاينز؟ التي هيلبر لحتى تفرز سيتوكاينز محتاجة برضو تشوف الانتيجين زيها زي البي سيل. مين اللي بتولى مهمة انه يفرجي التي هيلبر الانتيجين؟ هي الدندراتيك سيل. دندراتيك سيل مش فوليكولار دندراتيك سيل، بيختلفوا عن بعض. الفوليكولار دندراتيك سيل بتكون فقط موجوده بالفوليكلز اللي في السكندري ليمفويد اورجان. الدندراتيك سيل بتكون منتشره في الجسم وبتجيب انتيجنز من سايت اوف انفكشن وبتورجيها للخلايا وهكذا. فالعمليه بتتم كالتالي: الانتيجين بيمشي مع مثلا البلد او مع الليمف سائل الليمفاوي، بيوصل للأماكن اللي فيها نايف بي سيل، سواء كانت سبلين سواء كانت ليمف نود أيا كان، بيوصل الأنتيجين لحاله للأماكن اللي فيها نايف بي سيل. لما يدخل لهاي الأماكن الفوليكولار دندراتيك سيل بتمسكه وبتورجيه للنايف بي سيل. هسا النايف بي سيل تحقق عندها أول شرط لحتى تصير أكتيف، بظل الشرط الثاني إيش هو؟ السيتوكاينز اللي جاي من التي هيلبر. طيب كيف التي هيلبر بدها تفرز سايتوكاينز؟ بتكون الدندراتيك سيل شايف الانتيجين في السايت اوف انفكشن، بتحمله وبتيجي على المكان اللي فيه تي هيلبر وبتقدم لها الانتيجين، والتي هيلبر وقتها بتفرز سايتوكاينز، تمام؟
بس هسه في هاي اول صوره. بالنسبه لاول صوره اللي هو الاكتيفيشن للنايف بي سيل، هسه لو النايف بي سيل ارتبطت بالانتيجين اللي محمول على الفوليكيولر دندرتك سيل لكن ما وصلها سايتوكاينز من التي هيلبر، مش راح يصير لها اكتيفيشن وراح يصير لها ابوبتوسيس وتموت. طيب لو النايف بي سيل ما ارتبطت لا بانتيجين ولا بتي هيلبر، ظلت تطلع من الليمف نود او من السكندري ليمفويد اورجان، تلف في الجسم وترجع، تطلع تلف وترجع، هاي راح تقعد شويه اسابيع وبعدين تموت ويستبدلها الجسم بخليه جديده، البون مارو بيستبدلها بخليه جديده. طيب بضل السؤال، هل الفوليكيولر دندرتك سيل بتقدم الانتيجين للنايف بي سيل على ام اتش سي؟ جواب لا، مش ام اتش سي، ريسبتور ثاني. حتى هذا حكي الكتاب انه مش ام اتش سي اللي بقدم الانتيجين للبي سيل. صلى على سيدنا محمد. بضل نقطه، طب متى البي سيل بترتبط بالانتيجين لحالها بدون ما الفوليكيولر دندرتك سيل تحكي لها هذا الانتيجين تبعك؟ لما تصير ميموري سيل بتصير لحالها تعرف انه هذا الانتيجين تبع الانتيجين هو تبعها، تصير ترتبط فيه وتعمل له اكتيفيشن وتعمل اكتيفيشن لنفسها وتنتج انتي بودي اجينست هذا الانتيجين. طبعا في هنا شغله نسيت احكي عنها، اللي هو في عندي إشي اسمه first signal و second signal. ال first signal بتيجي من ارتباط الانتيجين بالنايف بي سيل، ال second signal بتيجي من السيتوكاينز اللي بتفرزها التي هيلبر. هسا بدنا نكمل ونحكي شو اللي بصير بعد ما يصير activation للبي سيل او النايف بي سيل. ارتبطت النايف بي سيل بانتيجين محمول على فوليكيولار دندرتك سيل، اجاها سايتوكاينز من تي هيلبر، طيب شو راح يصير؟ هسه ممكن يتكون عندي بلازما سيل. اول شيء يحكي لك after antigen has been administered and taken up by antigen presenting cell in lymphoid organs, naive B and T cell with specificity for that antigen become activated. يعني بعد ما تم تقديم الانتيجين من خلال انتيجين بريزنتينج سيل للخلايا بي او تي اللي موجودات بالسكندري ليمفويد اورجان او بالليمفويد اورجان، بعد هيك البي سيل بتصير اكتف او هم الاثنين بصيروا اكتف. طيب البي سيل عشان تكون بلازما، التي سيل ليش؟ عشان تعطيني سايتوكاينز. هسا في هنا ملاحظه انه في الليمف نود التي سيل بتصير اكتيفيتد في الباراكورتكس والبي سيل في الفوليكلز. هاي نقطة انشرحت في محاضرة 12، الأماكن اللي بتكون موجودة فيها كل نوع من الخلايا. فمثلا بالليمف نود مقسم الليمف نود لثلاث مناطق، كورتكس وباراكورتكس وميدلا. الكورتكس بيكون فيه بي سيل فقط، الباراكورتكس بيكون فيه سي دي 4 فقط، والميدلا بيكون فيه ميكتشر ما بين البي سيل والتي سيل. ما علينا، هسا نحكي عن هاي النقطة انه البي سيل موجود بمكان منفصل عن التي سيل. طب كيف البي سيل بدها تحصل على السيتوكاينز اللي بتفرزها التي سيل وهم اصلا في مكانين منفصلين؟ لما يصير ارتباط للبي سيل بالفوليكيولار دندرتك سيل وتشوف الانتيجين لحالها، البي سيل اللي بتمشي وبتروح للمكان اللي فيه تي هيلبر سيل وبتتعرض هناك للسيتوكاينز. هي حتى في نقطه 2 بحكي البي سيل موف اوت اوف ذا فوليكلز، بتطلع من المكان اللي هي فيه وبتروح للتي سيل زون، المكان اللي فيه تي سيل واللي هو البارا كورتكس في حاله الليمف نود، وبتقابل هناك التي سيل للاكتيف وبتاخذ السيتوكاينز اللي بتفرزها التي سيل عشان يصير برولايفريشن للبي سيل وتعطيني بالنهايه بلازما سيل وميموري سيل. فالنقطه الثالثه، بعض هذه البي سيل بتتمايز لبلازما سيل وبترجع على البون مارو وهناك بتصير تفرز انتي بودي لمده من الزمن تقريبا عده اسابيع. وبرضه بعض هذول الاكتيفيت بي سيل بترجع على الليمفويد فوليكلز اللي هي كانت فيها اصلا، بتروح ترجع هناك بتقعد، طلعت راحت على التي سيل ورجعت على مكانها بعد ما صارت اكتف، وهناك بصير لها بروليفريشن ريميدلي وبتعمل جيرمينال سنتر. والجيرمينال سنتر انذكرت محاضرة قبل اللي هي بتكون منطقه في الفوليكل، غالبا بتظهر هاي الجيرمينال سنتر لما يصير اكتيفيشن للبي سيل.
طيب وهيك عرفنا كيف بتظهر هاي المنطقة، لأنه اللي بصير إنه البي سيل طلعت من الفوليكل راحت على التي سيل، أخذت من هناك السيتوكاينز ورجعت على مكانها في الفوليكل وعملت جيرمينال سنتر هناك، تمام؟ فصار في عندي خيارين، إما إنه الخلية تطلع تروح على البون مارو كبلازما سيل وهناك تصير تنتج أنتي بودي، أو إنه ترجع مكانها وتكون جيرمينال سنتر. هاي الصورة بتوضح الباثوي للأكتيفيشن للبي سيل، بحيث هاي هنا ارتبطت البي سيل بالفوليكولار دندرتك سيل وأخذت سايتوكاينز من التي هيلبر، صار لها برولايفريشن وبلشت تتكاثر. طيب في نقطة قرأتها بالكتاب بس دكتورة ما شرحت عنها بالتفصيل شوي، إنه الخلية بعد ما ترتبط هنا بالفوليكولار دندرتك سيل وتاخذ سايتوكاينز من التي هيلبر، هنا هي صارت اكتف خلاص، ممكن انه في اي لحظة تطلع برا الليمف نود وتروح على السيركوليشن وتكون بلازما سيل وتكون ميموري سيل، وممكن انه تظل الخلية جوا الليمف نود وتظل تتكاثر ويصير عليها سوماتيك هايبر ميوتيشن لحد ما توصل لأفضل بايندينج بين الأنتيجين وبين الريسبتور. كيف يعني؟ يعني هسا لما الأنتيجين يجي يرتبط بالبيسل ريسبتور بيصير ميوتيشن على البيسل ريسبتور نفسه، بيصير ميوتيشن على، ما هو البيسل ريسبتور أصلا عبارة عن أمينو أسيد سيكونس، فبيصير ميوتيشن على هذول الأمينو أسيد سيكونس بحيث يعطيني أفضل بايندينج ما بين الأنتيجين وما بين البيسل ريسبتور. فممكن الخلية تظل تعمل برولايفريشن وتعمل ميوتيشن على البيسل ريسبتور لحد ما توصل لأفضل بايندينج ما بين الأنتيجين ما بين البيسل ريسبتور، ساعتها بتطلع الخلية من الليمف نود بتعطي ميموري سيل بتعطي بلازما سيل، وممكن بلازما سيل كمان تروح ترجع وين؟ ترجع على البون مارو، تمام؟ ترجع على البون مارو وهناك تصير تفرز أنتيبادي. وزي ما حكينا برضو في ممكن خلايا بترجع على الفوليكل وبتعمل جيرمينال سنتر. هذا بالنسبة للسوماتيك هايبر ميوتيشن. في كمان الكلاس سويتش اللي بيحدث بحول اي جي ام لاذر سب كلاس، هذا مر معنا الكلاس سويتش من قبل، بس نقطة انه الكلاس سويتش والسوماتيك هايبر ميوتيشن اثنين بيحدثوا بعد ما الانتيجين يرتبط بالبي سيل ريسبتور. هاي الصورة تقريبا نفس هذيك الصورة بس من الكتاب القديم، بتحكي لي انه صار في هاي الماتشور بي سيل وهنا ارتبط الانتيجين بالنايف بي سيل، حتى هاي الصورة من الكتاب القديم لانه حتى في النسخة القديم ما كانوا يعرفوا انه في فوليكيولار دندرتك سيل هي اللي بتقدم الانتيجين للبي سيل، كانوا يفكروها ترتبط مباشرة بالانتيجين. فالمهم صار في اكتيفيشن للبي سيل، جزء منها تحول لبلازما سيل وزي ما حكينا رجع على البون مارو والانتستاين اللامينا بروبريا وصار يفرز انتيبادي من هناك، أو جزء منها كمل في الليمف نود صار يعمل جيرمينال سنتر، أو وكمان بعد هيك صار يعمل سوماتيك ميوتيشن هايبر ميوتيشن وصار في تحسن على البي سيل ريسبتور، وبعدين أعطاني بلازما سيل طلع على البريفري بلازما سيل وطلع على البريفري كميموري سيل. بس نقطة انه الميموري سيل لما تطلع على البريفري مش بحاجة انها تعمل تطوير للبي سيل ريسبتور تبعها، يعني السوماتيك هايبر ميوتيشن اللي بتحدث على الخلايا اللي بدها تطلع كبلازما سيل، ما بتحدث على الخلايا اللي بدها تطلع كميموري سيل حسب الرسم هاي، لانه هنا في اسهم متصلة لو وصلت البلازما سيل، هنا فقط انه البي سيل صار لها مايجريشن للبريفري كميموري سيل. وبرضو الميموري سيل هنا بتصير ترتبط بالأنتيجين مباشرة بدون مساعدة الفوليكيولار دندرتك سيل، لكن بتظل بحاجة للسيتوكاينز اللي بتفرزها التي هيلبر. هاي سهلة، ثايموس اندبندنت أنتيجينز بحكي لي انه في عندي بعض انواع البي سيل ما بتحتاج، او مش بعض انواع البي سيل، هاي أنتيجينز مش بي سيلز، أنتيجين ممكن إنها ترتبط بالبيسل الطبيعية اللي أصلاً بالوضع الطبيعي محتاجة لسايتوكاينز تجيها من التي هيلبر. الأنتيجين هاي لو ارتبطت بالبيسل
مش راح تخليها تحتاج يجيها سايتوكاينز من التي هيلبر. يعني الانتيجين مباشره ارتبط بالبي سيل، مباشره بصير في اكتيفيشن للبي سيل و تحول لبلازما سيل وغيره، يعني هي ما بتستنى السيتوكاينز تجيها من التي هيلبر. تمام؟ فهي هون بحكي some antigens are able to activate B cell directly in the absence of T cell. يعني هون ما في عندي أي وجود للT cell للهيلبر. They are called thymus independent antigen. ما بتحتاج الثيموس لأنه الثيموس هو اللي بينتج الT cell. In this case, the second signal is derived from the antigen itself. إحنا حكينا إنه في عندنا first signal جاي من ارتباط الانتيجين بالB cell، والsecond signal جاي من ارتباط او جاي من السيتوكاينز اللي بتفرزها التي هيلبر. فهونا السكند سيجنال نفسها برضو جاي من الانتيجين، ففيرست سيجنال وسكند سيجنال الثنتين بيعطيني اياهن الانتيجين في هاي الحاله. فهي خاصيه لبعض انواع الانتيجينز زي ايش؟ زي الدكستران والبوليساكرايد، وايضا بعض البكتيريا سيل وول زي اللايبو بوليساكرايد. في هنا بوبوليشن ثانيه من البي سيل بنسميها بي 1 سيل، وهي برضه تي سيل اندبندنت بي سيل. يعني هذا النوع من البي سيل ما بيحتاج تي هيلبر. طيب شو الفرق بينه وبين اللي قبله؟ اللي قبله انه هنا هاي بي سيل طبيعيه، لكن الفرق انه ارتبط فيها انتيجين ما بيخليها تحتاج لسايتوكاينز، بينما هنا هاي البي سيل هي بحد ذاتها ما بتحتاج السايتوكاينز، مش انه شغله انتيجين. تمام؟ فتصنيفها يعني مختلف عليه. بعض الكتب بتقول انه acquired immunity ك first line acquired immunity، وبعض الكتب بتقول انها innate. وبرضه في عليها ماركر مميز اسمه CD5. هذا CD5 بيكون موجود على البي 1 سيل، موجود على معظمها مش كلها. طبعا نسبتها قليلة في الهيومن وفي المايس، تقريبا أقل من 5% من كل البي سيل اللي موجودة في الجسم، لكنها شائعة جدا في الرابتس. موجودة أكثر شيء في البريتونيا والبلورال كافيتي، وموجودة كمان في السبلين وفي الليمف نود. بتنتج، هاي مهمة، بتنتج لو أفينيتي آي جي أم. يعني الآي جي أم الأنتي بادي اللي بتنتجه البي 1 سيل ما بيكون عنده السبيسيفيسيتي العالية اللي موجودة عند البي 2 سيل. يعني هذا الاي جي ام ممكن يرتبط بأكثر من انتيجين، بأكثر من سيكونس من الامينو اسيد عادي، ما عنده مشكلة. يعني مش زي الاي جي ام اللي بتفرزه البي 2 سيل. تمام؟ فبحكي لي بولي سبيسيفيك رياكتيف وذ ماني انتيجين، ممكن انه يتفاعل مع اي، مع انواع عديده جدا من الانتيجين، مش زي البي 2 سيل اللي خلاص الاي جي ام طالع لنوع محدد من الانتيجين او من الايبيتوبس، يعني الامينو اسيد سيكونس ما بيتفاعل مع غيره. لا، هذا الاي جي ام ممكن يتفاعل مع يعني رينج كبير من الانتيجين. اوبن دايركت انتراكشن وذ انتيجين بريزنتنج سيل، هاي ماشي. T cell independent يعني هنا ما بيحتاج لـ T cell إنه تعطيه cytokines زي ما حكينا. Important in first line of defense in acquired immunity، هاي هنا معتبرينها إنها first line في acquired immunity. طبعا ليش مش very specific؟ لأنه ما في عنده copies كثيرة من السيجمنت الـ V والـ D والـ J في نفس، فنفس الـ IgM بيصير له activation من أكثر من antigen. هسه هاي مهمة، بيحكي لي انه الانتي اي والانتي بي اللي موجودة في الدم بتكون اللي بتحدد نوع الدم اي بي او. مين اللي بينتج الانتي بادي اللي هم الانتي اي والانتي بي؟ اللي بينتجها البي 1 سيل، وبكون هذا الانتي بادي من نوع ايش؟ اي جي ام. طيب في كمان نقطة بيحكي لي انه البي 1 سيل ما بتحتاج انها تتكاثر او انها تنتج من ستيم سيل وغيره، هي كخلية يعني لحالها بتصير تنقسم وتفرز خلايا جديدة، ما بتحتاج لا انه لينفويد بروجينيتور ولا ستيم سيل ولا بري ولا برو ولا اي شيء ثاني. مباشرة الخلية نفسها بتنقسم وبتعطيني خلايا جديدة عليها نفس الاي جي ام بنفس السبيسيفيسيتي تاعته. فهذا برضو ما بيعطيني تنوع كبير، ما بيعطيني تنوع كبير بين الخلايا. هذا الجدول بفرق بين انواع البي سيل. فأول نوع اللي هو الكونفنشنال اللي حكينا عنه طول الفصل، واللي هي البي 2 سيل اللي موجودة في الليمف نود وفي السبلين وفي الميوكوزا.
بينما التي اندبندنت والبي 1 موجود، التي اندبندنت موجود مينلي بالسبلين، والبي 1 موجود مينلي بالبريتونيوم. يعني هذا حفظ جدول. جين ري ارينجمنت، هاي الري ارينجمنت اللي هي بتعطيني الدايفيرسيتي ما بين الاي جي امز المختلفه او ما بين الانتي بودي المختلفه. الجين ري ارينجمنت اللي هي البي والدي والجي والسيجمنتس الكثيره والكوبيز الكثيره اللي فيها بالكونفشنال موجوده طبعا بكثره، بالتي اندبندنت والبي 1 مش موجوده، يعني موجوده بشكل ضئيل جدا، لذلك هي ما في عندها الدايفيرسيتي العاليه. Affinity maturation and class switching، هل بتعمل class switch؟ يعني هل بتحول من IgM ل IgA ل IgE؟ لا ما بتتحول، اللي هن ال T independent وال B1 ما بتحول، فقط بيفرزوا IgM، ما في عندهم class switch. بينما ال conventional زي ما بنعرف بتفرز بتتحول أكيد لأنواع ثانية حسب نوع ال infection. Spontaneous antibody secretion إيش يعني؟ يعني هل الخلية هاي راح تصير تفرز انتي بادي لحالها بدون ما يتم تحفيزها من انتيجين؟ الكونفنشنال والتي اندبندنت لا، محتاج انتيجين يجي يحفزها لحتى تفرز انتي بادي، بينما البي 1 بتفرز انتي بادي بشكل مستمر بدون ما تتعرض لانتيجين، وهذا متمثل اصلا بوجود الانتي اي وانتي بي في دم الشخص منذ ولادته قبل ما يتعرض لاي نوع ثاني من انواع الدم. يعني شخص بنولد مثلا زمرة دمه A في بجسمه أنتي بي مباشرة قبل ما يتعرض لأي قطرة دم، أي نقطة دم من نوع بي مباشر موجود في عنده أنتي بادي، لأنه الخلايا بتفرز أنتي بادي باستمرار قبل ما تتعرض للأنتيجين. أنتي بادي أجينست سيلف أنتيجين، يعني هل ممكن يتسبب لأوتو أميون ديزيز؟ الكونفنشنال رير يعني نادرا، التي اندبندنت لا ما بتسبب. ليش طيب؟ لأنهم مروا على البون مرو، يعني هذول انتجوا بشكل طبيعي من الستيم سيل وبروا على البون مرو وصار لهم اختبار، فيعني غالبا مش حيسبب اوتو اميون ديزيز ان شاء الله. بينما البي 1 لانها ما مرت على البون مرو ولا صار لها امتحان ولا اي شيء بتتكاثر لحالها، فغالبا معظم الاوتو اميون ديزيز سببها البي 1 سيل. هذا الكلينيكال بوكس بيحكي عن طفله عندها اكيوت ليمفوبلاستيك لوكيميا، من الاعراض اللي تعرضت لها لو انرجي وبتخسر وزنها كانت بشكل كبير خلال 3 أسابيع، تم فحصها وشاف لاحظ الطبيب انه في عندها انها فيري بيل، وكمان في عندها لمف ادينوباثي وكمان سامبيتيكيا على هير ليجز، فالطبيب طلب سي بي سي، وبعد هيك شاف انه الهيموغلوبين منخفض والبليتلت كاونت منخفض. طبعا هذا الشيء بوضح انه ليش في عندها بيلور وليش في عندها بيتيكيا، بيتيكيا اللي هي بقع دم، بقع نزف دم تحت الجلد، هاي سببها البليتلت كاونت المنخفض. وريسبكتيفلي الوايت بلاد سيل كان عددها مرتفع، بينما معظم الوايت بلاد سيل اللي عددها مرتفع كانت لساتها بلاست، كانت لساتها مش اصلا صاير لها ماتوريشن، يعني طالع على اللهم صل على سيدنا محمد للسيركيوليشن بدون ما يصير لها ماتوريشن، طالعه بدري تمام، فيري اماتشور ليكوسايت. الطبيب طلب انه يعملوا ايش، يعملوا فلو سايتومتر لحتى يشوف الخلايا الوايت بلاد سيل بالضبط، فلاحظ وجود CD19 positive، لاحظ وجود CD19 positive يعني في عندي B cell بشكل كبير موجود في الدم. اللهم صل على سيدنا محمد. فabnormal فلاحظ هسه كيف عرف انه ال CD19 هذولا ماتشور ولا اماتشور؟ السي دي 19 اتفقنا بيظهر من البرو بي سيل وبيضل مع البي سيل بشكل، يعني بيضل مع البي سيل طول حياتها. طب كيف انا بدي اميز هل هاي البي سيل ماتشور او اماتشور؟ عمل فحص ثاني للتي دي تي، التي دي تي اللي اصلا بينطفي في مرحله الاماتشور، فلاقى انه التي دي تي موجود على هذول الخلايا، فعرف انه هذول الخلايا اماتشور بشكل، يعني لساتهم اماتشور كثير، يعني طالعين قبل اوانهم بشكل كثير كبير. فعرف انه عندها acute lymphoblastic leukemia. هاي النتائج الفحوصات، CD3 منخفضة بشكل كبير معناته فيش عندها T cell، CD4 و CD8 برضو منخفضة معناته ما في عندها T cell،
السي دي 19 مرتفعة بشكل رهيب، فبين انه معظم الوايت بلاد سيل عندها بي سيل والتي دي تي موجود، فعرف انه البي سيل اللي موجودة هي اماتيور، وهاي حالة اكيوت ليمفوبلاستيك الكيما، وتعالج ان شاء الله يعني بسهولة. وبس هيك بنكون خلصنا المحاضرة، ان شاء الله تستفيدوا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.